باقي بالنسبة لولاية بومرداس نهنيهم هذه المحطة، إذا كان ما تكفيش نزيدوا محطة أخرى، ما فيش قابلة للتوسيع، نوسعوها إلى أقصى حد حتى نوصل مثل ما قال الري، يا ريت نوصل 80% تاع استهلاك مياه صالحة للشرب من تحليل المياه باش نحافظ على المياه الجوفية نتاعنا. أما المياه السطحية السدود وهذه فماشية بقضاء الله وقدر، ما نتحكموش فيها. إذا شاكر لكم كثير كل هالمجهودات، ونتمنى إن شاء الله مزيد من انتصارات للشركة نتاعنا سوناتراك سونارغاز وكوسيدار وغيرهم، وشكرا.